السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم كيك جد سهل، مكونات جد بسيطة، كيجي لذيذ بزاف ومسفش وسريع التحضير بدون أي تعب، وكيجي في نفس الوقت راقي. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي ويوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير كنحتاجو نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي، واي كوب يمكن نعبروا به نفس المقادير، سنيده والدقيق والحليب. عندنا هنا نص كاس، عندنا هنا كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال الحليب، ثلاثه البيضات، ثلاثه الكيسان اللي عبرنا بهم الحليب والسنيده والزيت نعبروا بهم الدقيق، ثلاثه الكيسان زنجلان للتزيين، جوج خمارات كيماويين ما يعادلوا تقريبا 14 غرام، معلقه صغيره ديال الفانيليا. بسم الله نبداو على بركه الله. كنصبوا البيض، كنبداو نمزجو مزيان السنيده. بالنسبه لهاد الكيكه كتجي بنينه ولذيذه، وحتى التحضير ديالها راه ساهل. كنبقاو نمزجو مزيان البيض مع السنيدة، من بعد كنصبو الحليب وكنبقاو نمزجو حتى تذوب لينا هاد السنيدة. بعد ما مزجنا جيدا السنيدة البيض الحليب حتى ذابت السنيدة، كنصبو الزيت وكنمزجو. من بعد كنصبو الدقيق بهذا الشكل، كنصبو قليل من الدقيق، الخميرة، فانيليا، وحنا كنمزجو وكنصبو الدقيق. بعد ما مزجنا هذا الخليط مزيان كنبقاو نمزجو فيه حتى يصبح على هذا الشكل. الان كناخدو هاد المول هذا، بعد ما درنا ليه الزبده والدقيق هو على هذا الشكل، كنصبو في هذا الخليط. بسم الله من بعد ما صبنا الخليط كناخد هاد الجنجلان وكنحاولو نديرو من الفوق. من بعد ما زيناه بالجنجلان كندخلو للفران، كنسخنو الفران حتى يسخن وكنقصو العافية تتكون النار متوسطة، ما تكونش النار مجهدة لأن إلا كانت مجهدة غادي تحرق لينا وغادي طيبش مزيان. وكنراقبوها تقريبا 45 دقيقة، تتمر تقريبا 30 دقيقة حتى نحلو على الفران، منحلوش على الفران. ومن بعد كنراقبها واش طاب ولا ما طابت كنكملها الطيب ديالها. الشكل النهائي ديال الكيكة ديالي بعد ما خرجت من الفران جات على هذا الشكل، الشكل ديالها المنظر ديالها رائع، حتى المدى غادي نشوفو هانتوما. نحاولو نقطعوها، كتجي واحد مسفجة حتى الرائحة مبنة. بعد ما قطعناها صبحت على هذا الشكل. الان غادي نوريكم كيف كتجي من الداخل. نوريكم هذا الوسط، ها هو كيجي مشفش، الشكل ديالها كتجي لذيذه وبنينه، حتى المنظر المذاق رائع. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا جات على هذا الشكل، كتجي لذيذة وبنينة ومسفجة. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، جربوها وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.